بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. نكمل مع بعض محاضرات بايثون في الجزء بتاع مكتبة نمباي. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الـ random.int، او انك تعمل ارقام عشوائية integer. نبدأ نكمل مع بعض. هنبدأ بحاجة النهاردة اسمها لين سبيس، لين لا variable لين سبيس. لين سبيس تعرفها بيبقى np او لين نمباي دوت لين سبيس. ايه لين سبيس؟ لين سبيس باختصار انت بتديها رقمين، ولنفترض مثلا من 1 لـ10، وهي متقسم لك من 1 لـ10 لـ50 جزء. ده الافتراضي بتاعها، ان هي بتقسمها لك لـ50 جزء. انت تقدر تقسمها لعدد اكتر من 50 جزء او اقل من 50 جزء. ناخد نشوفها كده عمال عشان نفهم اكتر. هي دي مثلا من 1، اللي البداية بتاعتي من 1 والنهاية بتاعتي من 10، وهقول له print لين سبيس F5. اي البداية كانت 1 والنهاية 10 وما بينهم 50 رقم. الأرقام اللي ما بينهم من 1 لـ10 قسمها لي لـ50 رقم. طب أنا أقدر أقسمهم؟ هو مش بيقسمها لـ50 رقم، أو مش هو مش بيقسم بتسلسل معين، لأ هو بيقسمها عن طريق معادلة معينة. مش هيهمنا إن احنا نخوض في تفاصيلها دلوقتي أو نعرفها حاليا، ممكن قدام شوية لما نخش في الماشين ليرنينج الجوريزم ونحتاجها نبقى نشرحها بالتفصيل. لكن حاليا احنا مش محتاجين نفهم نعرف المعادله بتاعتها، لكن المهم بس نكون عارفين هي بتعمل ايه. هي بنديها رقمين وهي بتقسم لنا ما بين الرقمين دول الديفولت بتاعها 50 رقم. طب اقدر اقسم اقل من كده؟ يعني من 1 لـ10 انا عايز اقسمه مثلا لـ20 رقم، ينفع؟ كل اللي هتعمله انك هتيجي بعد كده تعمل كومه او فاصلة وتكتب انت عايز تقسمه لكام جزء. انا مثلا عايز اقسمه لـ20 جزء. run قسمها لي لـ20 جزء، واحد بداية 1 والنهاية 10 وما بينهم 20 جزء. ينفع اكتر؟ ممكن تعملها مثلا 100 جزء او 120 جزء، خلي 120 جزء. اعملها الرقم اللي انت عايزه او الرقم اللي انت محتاجه. run اهي النهاية هي 10 وما بينهم 120 رقم، مقسم لك من 1 اهو و10 تحت زي ما شفناها، ومقسم لك الارقام اللي ما بينهم لـ120 رقم. يبقى دي كده اللين سبيس. نيجي بعد كده لحاجة اسمها الايدنتيتي ماتريكس او مصفوفة الوحدة. identity. مصفوفة الوحدة او بيسموها المصفوفة القطرية هي عبارة عن مصفوفة بتكون طول بيكون ابعادها متساوية، يعني عدد الاعمدة قد عدد الصفوف، وبتكون اكنها واخدة شكل قطر كده على شكل ارقام وحيد. تعال نشوفها. عديها مثلا عايزها 5. انا قلت لك ان هي بيكون عدد الصفوف فيها قد عدد الاعمدة، فانت بتديها 5 فهو بيعمل لك 5 × 5. ما ينفعش تغير في لا في الطول ولا في لا في للاسف في عدد الصفوف ولا في عدد الاعمدة، لازم بيكون الاتنين قد بعض. فانت بتديله رقم واحد بس، وهو الرقم ده بيكون هو عدد الصفوف وهو هو عدد الاعمدة. تعال نعمل run. بس الاول نعملها print الاول. print ايدن اللي هي اختصار لايدنتيتي يعني. run اهي عمل لنا ماتريكس عبارة عن 5 صفوف، تمام، و5 أعمدة. بصوا بقى، تحس ان هي واخدة شكل قطر كده الوحيد، تحس ان هي نازلة بشكل قطر، عشان كده في بيسموها المصفوفة القطرية، تمام. طب ينفع اكبرها عن كده؟ ممكن اخليها براحتك زي ما انت عايز، 10 مثلا اهي. run اهي 10، وتحس برضو ان هي في النص كده ايه وحيد، شبه القطر كده بتاع الدايره، شبه الدايره كده ابعادها متساويه. الدايره فيها طول قد الطول اللي هو العرض، طول بيساوي العرض، و
بيبقى فيها قطر، هو بالظبط الماتريكس دي، الماتريكس دي او المصفوفه اللي هي المصفوفه الواحده او المصفوفه القطريه، عدد الاعمده فيها قد عدد الصفوف، وفي النص او على شكل قطر كده وحيد. تمام. في تعريف تاني ليها او صيغه تانية ممكن تكتبها بيها مصفوفه الواحده ديت، اسمها اي، حط الايكوال ان بي اللي اختصرنا باي دوت اي، وبرضو بتديها رقم، ولنفترض بان نخليها اخوها 5، نعملها print i، تعالى نعمل run. تمام. طبعا لنا برضو ايه 5 في 5، و القطر بتاعها على شكل وحيد. تمام. نفس طبعا الفكرة اللي شرحناها في الايدنتيتي، هي هي الايدنتيتي اصلا. عندنا بعد كده، بعد كده عندنا احنا خدنا ال خدنا الراندوم، لا احنا ما خدناش الراندوم، انا اسف انا كتبتها وما شرحتهاش. طيب نيجي بعد كده ده اللي اسمها الراندوم، راندوم equal ان بي دوت راندوم دوت راند. ايه راندوم دوت راند؟ تعمل ايه راندوم تراند؟ راندوم تراند هي بتطلع لك رقم عشوائي او بتجيب لك رقم عشوائي ما بين الصفر والواحد. طيب تعالى نعمل لها برنت، رن. تمام. بيطلع لك رقم عشوائي، كل ما تعمل رن كل ما يطلع لك رقم عشوائي مختلف ما بين الصفر، بتراوح ما بين الصفر وما بين الواحد. هو مش هيجيب لك واحد، ولكن هو هيجيب لك من اول الصفر وما طول وما طول لحد قبل الواحد. تمام. طيب هو انا لما حددتلوش رقم، لما حددتلوش بتاع الديفولت كده تبع لي رقم واحد. طيب افرض انا عايز اطبع مثلا 3 ارقام عشوائيين من صفر لواحد، هنا في القوسين نيجي في القوسين هنا نكتب رقم 3 او عدد الارقام اللي احنا عايزينه نطبعها، نيجي نقول له run. تمام. طبع لي 3 ارقام، كل ما نعمل رن هيطلع لي 3 ارقام مختلفين. طيب انا لو عايز اعملها على شكل ماتريكس اعملها ازاي؟ كل اللي هتعمله انك هتيجي تعمل كومة بعد رقم 3 دوت، وهتكتب اول حاجة هتكتبها هي عدد الصفوف، يعني هتيجي جوه القوس وهتكتب اول حاجة عدد الصفوف او عدد الروس، انا عايز مثلا يعمل لي 5 صفوف، وبعد كده بتعمل كومة وتكتب عدد الأعمدة، أنا عايزه يعملها لي مصفوف ماتريكس 5 في 4، 5 صفوف في 4 أعمدة. تعال نقول له run. تمام. عمل لي 5 صفوف في 4 أعمدة كلهم أرقام عشوائية من الصفر للواحد. تمام. نيجي بعد كده لدالة شبهها وهي اسمها راند انت، random underscore int تساوي np dot random dot rand int. rand int هي شبه فكرة rand، ان هي بتجيب لك ارقام عشوائية، ولكن هنا انت بتحدد انت عايزه يجيبها لك من كام لكام. يعني انا مثلا عايزه يجيب لي رقم عشوائي من 1 ل 15 مثلا، تعال نقول له print and random underscore int، نعمل run. تمام. طلع لي رقم عشوائي اهو اول حاجة 1، نعمل run تاني طلع لي رقم 1 تاني، run تاني طلع لي رقم 3، 14، 4، 9، 14 تاني، 5، هيفضل يجيب لك ارقام عشوائيه بتتراوح ما بين الرقم البدايه اللي انت حطيته اللي هو اللي انا حطيته هنا بواحد، ورقم النهايه اللي هو اللي انا حطيته 15. هو طبعا مش هيجيب لك 15، هيجيب لك قبلها برقم او رقم الرقم اللي قبليه على طول، اللي هو هيجيب لك من 1 لحد 14. طيب افرض دلوقتي انا عايز يطبع لي اكتر من رقم عشوائي، اعمل ايه؟ كل اللي هتعمله انك هتيجي هتضيف كومه او فاصله وتكتب عدد الارقام اللي انت عايزه يطبع لك. عايز مثلا يطبع لي 5 ارقام عشوائيه، تعال نقول له run، طبع لي 5 ارقام اهو، run تاني هيطبع لي ارقام عشوائية مختلفة عنه،
ممكن يكون فيهم ارقام متكررة عادي جدا. طيب لو انا عايزه يعملها لي على شكل ماتريكس شبه ما عملتها في راند في اللي هي اللي قبليها اللي هي الراند، اعمل ايه؟ هتمسح، هتيجي بعد ما انت حددت له رقم الرقمين انت عايزه يجيب لك ارقام عشوائية ما بينهم، هتيجي تعمل كوما وهتفتح قوس جوه وهتقول له تكتب له عدد الصفوف وعدد الأعمدة. عايزه مثلا يعمل لي ماتريكس يجيب لي فيها أرقام عشوائية من واحد من واحد لحد مثلا 10، الماتريكس دي أبعادها 6 صفوف في 3 أعمدة. رن. تمام، جاب لي عملها لي ماتريكس فيها أرقام عشوائية من 1 لحد 10 و6 صفوف في 3 أعمدة. تمام، نيجي لحاجة تانية أو آخر حاجة هنقفل بيها الفيديو، وهي دالة اسمها أو حاجة اسمها ريشيب. الريشيب هي من اسمها كده، هي بتعيد لك تشكيل العناصر بتاعة الأري بتاعتك. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي دلوقتي اري وعايز احولها لماتريكس اقدر اعملها ازاي؟ تعال الاول بس نعمل اري عشان نفهمها احسن. نعمل ار مثلا نقول له ان بي دوت اري، او نعملها ارقام عشوائية. هي كده كده لما بتعمل ارقام عشوائية بيجيب لك بيجيبها لك كاري يعني. طيب هنا بس مش هخليه هو يطبعها لي، مش هخليه هو يعملها لي ماتريكس، لان الريشيب اصلا وظيفتها ان هي تحولها لك لماتريكس او تشكلها لك لماتريكس. خليه يطبع لي مثلا كام، مثلا 10 ارقام، عايزه 10 ارقام، عايز يجيب لي 10 ارقام عشوائية من 1 لحد 10. طيب ريشيب بتقول له اسم ال اسم الاري بتاعتك، بس لو خزنا فاريبل سميها reshape، بتديها اسم الاري بتاعتك اللي فيها العناصر اللي انت عايز تعمل لها reshape، اللي هي هنا اسمها random underscore int، وبتقول له dot reshape reshape وتفتح قوس وبتقول له بقى انت عايز تعملها كام في كام. بس خد بالك انت هنا لازم تشوف هما عدد العناصر كام، عدد العناصر جوه الاري كام. يعني انا هنا هنعمل له ان هو يطلع لي 10 عناصر، فانا كده عندي 10 عناصر. 10 عناصر دول عشان نعمل بيهم اري لازم يكون عدد الصفوف لما اضربه في عدد الاعمده يديني رقم 10، او هو او القصد يعني رقم الـ العناصر بتاعه الاري. طيب ايه اللي اضربه في ايه اللي اضربهم الرقمين اللي اضربهم في بعض يدوني 10؟ مثلا 2 في 5، يبقى هو كده هيطبع لي هيطبع لي صفين في 5 أعمدة. تعال نقول له run. أنا ما عملتش print reshape، print reshape run. تمام، بصوا ديت اهي، دي العادية خالص، دي الأري. تمام، ديت لما حولها لي ماتريكس، لما عملنا لها ريشيب احنا قلنا له يعملها لنا 2 في 5 اللي هي مجموعهم 10 عناصر. تعالى نجيب رقم تاني نحولها نعكسها، مثلا 5 في 2 هيجيب لي 5 صفوف في عمودين. ران اهي، ديت العادية، دي الاري العادية اهي، وديت بعد ما عملنا لها ريشيب. طب تعالوا ندخل رقم تاني، يعني مثلا احنا قلنا ندخله مثلا 5 في 3، 5 في 3 في 15 مش ب 10. نعمل ران، بصوا جاب لي ايرور، جاب لي خطأ، قال لي value error، قال لي can't reshape array of size 10 into shape 5 3. يعني قال لي انت مش ما ينفعش تعمل reshape لاري فيها 10 عناصر، انت عايز تحولها لماتريكس ما ينفعش تحولها لماتريكس ابعادها 5 في 3، لازم يكون رقم الاعمده لما تضربه في رقم الصفوف او رقم الصفوف لما تضربه في رقم الاعمده يديك عدد العناصر. تمام كده احنا نكون وصلنا لنهاية المحاضرة بتاعت النهاردة، وزي ما قلت احنا لسه ما خلصناش بايثون، ممكن فاضل لنا قصدي ما خلصناش نمباي، احنا فاضل لنا حوالي 2 أو 3 بإذن الله ونخلص نمباي ونخش على مكتبة بندس.
وزي ما قلت بعد ما نخلص مكتبة نمباي هرفع لكم الفايل ده، هعمل لكم ابلود على جول، على جوجل درايف او على جيت هاب، تقدروا تنزلوه وتراجعوا منه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.